السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. كيف ما شفتوا اليوم غادي ندير الغدا وندير دجاج محمر، يعني غير دجاجه وحده ماشي دجاج. طريقه زوينه وبسيطه، ماشي بالضروري يكون عندنا كلشي متوفر في الدار، وحتى المذاق ديالها كيجي زوين. وبالنسبه للتغميره ديالتها هي هذه، كيف كتجي؟ كتجي ثقيله وخاتره. لأول مرة كيشاهد القناة ديالي مينساش يشترك ويفعل الجرس. وحتى بالنسبة للصفة، هذه الصفة رقيقة اللي بزاف الناس كيلقاو المشكل فيها، كتعجن ليهم. نوريكم الطريقة كيفاش ديروا ليها، ما كتعجن ما حتى شي حاجة، كتبقى مزيانة. تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخر، وما تنسونيش بلايك. دابا أول حاجة ملي كناخدها ما كنغسلها، كنقيها غير بالماء والملح حتى كنحكها مزيان، ومن بعد كنشللها وكندير ليها سكنجبير وشوية الحامض، وكنخليها مرقدة واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. صافي كنحيدها كنسقطها وكنخليها على جنب. هذه كانت عندي في المجمد، فيت ملي غسلتها. دابا ملي احتاجتها غادي نجبدها. أول حاجة كندير هو هاد المكان ديال الصدر، كندير ليه الموس، بحال كندخل الموس الوسط بين الصدر باش كيجي الصدر طيب من الداخل، وداخل لي الدغميرة من الداخل ديال العطريه، وكيجي الطياب ديالو بحال شكل الزبده. عرفتي كيدوب الصدر، ما كيبقاش ناشف ولا شاحف. هذا هو السر من الاسرار ديال الدجاج، باش كيجي الصدر ديالو رطب وزوين. دابا من بعد ما درت لها الوسط بحال هكا، كيف كتجي؟ كتجي مفتوحه من الوسط. دابا نخليها على جنب وندوز العطريه. اول حاجه كندير القزبر والمعدنوس، يعني الربيع. البصله كنطحنها حتى كيولي الماء ديالها خارج منها، كندير منها حتى هي الماء ديالها، وواحد شويه كنديرها مع العطريه باش كتدخل مع الدجاج. كندير شويه من فصوص ديال الثوم، كنخلي جاد وحده ولا جوج. دابا كنستعمل شويه ديال السكنجبير، السنجبيل، كنستعمل ابزار، فلفل اسود، خرقوم، الكركم، شويه ديال الزعفران الشعره مع المكعب ديال الزعفران الزغبه، غنستعملهم بجوج. دابا هذه المرزيه ديال الدجاج كتكون مخلطه، فيها كلشي، فيها تقولي عطيني مرزيه ديال الدجاج فيها بسيبيسه قعقل. غندير منها حتى هي شويه، ديفا العطريه كامله تقريبا. وغادي نستعمل شويه ديال الماء، ما نستعملش الزيت لان الزيت ما كيخليش العطريه تشرب وسط اللحم ديال الدجاج ولا اي لحم. غنستعمل شويه الماء باش العطريه تشرب. هذه الطريقه اللي كندير، وكيجي الدجاج زوين وبنين، حتى الصدر كيجي طيب ورطب. دابا غادي نعمر من الداخل ونوريكم واحد الطريقه عاوتاني، كيفاش السبب اللي كيخلي الدجاج يجي مشتت. غنوريكم واحد الطريقه كيبقى الدجاج مجموع، لان اول حاجه كيطيب الفخاد ديال الدجاج هو الاول، والصدر كيبقى ناشف. دابا غادي نعمرها كامله بهذه الطريقه بحال هكا، كنعمر كلشي، وغنعمر حتى البلاصه اللي فلحت فيها الصدر. حتى هي غندخل لها العطريه لداخل. المهم العطريه كدور على كلشي، على الدجاجه كامله كدور. البصله اللي بقات غادي نعمرها كامله من الداخل، باش كيعطي الداخل واحد المذاق واحد البنه. دابا غادي نجمع ليها رجليها.
دابا من بعد ما جمعتها غادي نستعملها في الكوكوت وغادي نستعمل حتى هاد العطريه اللي درت. استعمل شويه ديال الثومه اللي بقات وبصل اخر مشى للضيعه حتى هي غادي نستعملها، وغادي نزيد شويه ديال الماء تقريبا ربع كاس ديال الماء. شوفوا الطريقه كيفاش كندير ليها. دابا غادي ندير واحد ربع كاس ديال الماء وغنخليه يطيب وسط هذا الماء. ما كديرش الزيت في الاول حتى كيتشحر الدجاج عاد كنستعمل الزيت. دابا غتشوف معايا الطريقه كيفاش غندير لي. دابا غنحطو فوق البوطه. دابا غادي نقطع طريفات ديال العنق وشويه القلب الكبده، نقطع طريفات ونخليهم على جنب. دابا نبدا نطيفها كل مره ندورها بحال هكا. ضروري ما نستعمل هاد القطيب ديال الاينوكس، كنضغط على الصدر ديال الدجاج باش داك الماء اللي في الدجاج وداكشي كيخرج، كيف ما تنقولوا داك الصفر اللي في الدجاج ما كيبقاش. نضغط على بلاصه الفخاد كل مره ندورها شويه باش تشحر شويه من الظهر، ونعاود نقلب عاوتاني على الجنب. دابا يقلب ساعه ثانيه على الجنب الاخر، كل ما كتشحر كل ما كنقلبها وكنعاود نثقب الصدر ديالها باش يجي الصدر طيب ويجي شارب العطريه مزيان. وبالنسبه للملح راني ما كنستعملهاش لانه هو اصلا كيتغسل بالملح مزيان، كيكون شارب الملحه. وغندير الحامض عاوتاني فيه الملحه، وغنستعمل الزيتون فيه الملحه، يعني ما كاينلاش نستعمل الملحه. دابا نخلي على الطريقه بحال هكا حتى تشحر، ونقلبها عاوتاني للجنب الاخر وندير نفس الطريقه، ومن بعد غنكفيها على الصدر. دابا قلبته على الصدر ديالو، كل مره كندور فيه بحال هكا حتى تشحر مزيان. هو بالنسبه للدجاج المحمر كله الطريقه ديالته، فيه بزاف ديال الانواع، كاين اللي كيدير فيه عاوتاني السمن. المهم داكشي اللي كيكون متوفر على الانسان كيستعملو، ومن هادشي كامل هو المذاق ويكون الدجاج طيب وزوين. دابا غنستعمل العود ديال القرفه، ونستعمل الزيتون والكبده وداكشي ديال العنق والقلب ديالو تا غادي نستعملو. دابا مع المرقه سخونه ما كنستعملش الماء بارد، غنستعمل الماء دافي. غنستعمل واحد الكاس، هذا كي صغير العبار كاس ديال العنبه، ونستعمل زيت الزيتون. دابا غادي نستعمل الكفاله ديال الكوكوت، خاصها تبقى بحال كبسمه باش الدجاج ما يتشتتش، يطيب على خاطره ويبقى الدجاج مجموع. اما اللي الا سدينا الكوكوت ولا الطنجره ولا اي حاجه يكون متيقن بان الدجاج غادي يتشتت وسط الكوكوت، ضروري تبقى بحال كبسمه ونخليه يطيب دابا على خاطره. دابا بالنسبه للصفه غادي ندوز المرحله ديال الصفه، غندوز دابا الماء ديال الخديمه، غندير ليه شويه ديال الملح، ونستعمل ليه طريف ديال الطماطم مطيشه، غنستعملها ونخليها حتى يطيب الماء. المطيشه ما كتخليش الخديمه تكحل بزاف ولا تزرق من الداخل. دابا غادي نستعمل شويه ديال الزيت، نشرب الزيت في الاول. انا نوريكم الطريقه ديال الصفه اللي كندير وكل نوع الطريقه ديالته. دابا هي من بعد ما استعملتها كامله غادي نحطها فوق الخديمه ونخلي حتى يطلع داك البخار مزيان، وتشوفوني كيفاش غندير لها. دابا من بعد ما طلع البخار كيف كتشوفوا، نستعمل دابا المطيب، نستعمله من الفوق ونعاود نخليها تطيب من جديد. هاد
الطريقه اللي كندير كتجيني ساهله دغيا كطيب، يعني ثلاثه الفويرات صافي كطيب. غادي نسد عليها دابا ونخليها. من بعد ما طلعت التفويرات فرقها بحال هكا، نستعمل شويه ديال الزيت ونستعمل الملحه، الملحه على حساب السفره. دابا نستعمل الماء، غادي نفرقها غير بالماء بارد من الروبينه. هذه الطريقه اللي كندير ليها دغيا كطيب، كنشربها دابا الماء. دابا نخليها واحد شويه عاد يمكن ليا نديرها في الكسكيت، والمره ندير لها بحال هكا حتى تشرب الماء مزيان. دابا هي شربت الماء ما بقاش فيها الماء بزاف، غادي نديرها دابا في الكسكيت. دابا نديرها كامل في الكسكاس ونعاود نحطها فوق الخديمه تفور عاوتاني من جديد. دابا لي تفوره الثانيه خليتها 20 دقيقه حتى طابت مزيان. غادي نعاود عاوتاني نشربها الماء. التفويره الاولى خليتها مني فارت السفه، فارت زعما طلع على داك البخار ديالها، ودرت ليها الماء طيب. ومن بعد خليتها ربع ساعه 15 دقيقه عاد عاود درت ليها الماء. دابا خليتها 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. هي كل ما كنخلوها في الكسكاس كطيب كيف ما كطيب مزيان، اما اللي كيدير لها 7 تفويرات غير كيطلع على داك البخار كيعاود يحطها ويديروا ليها الماء باش ما كطيبش دغيا، كتبقى هازه 7 مرات. دابا غادي نعاود ندير ليها الماء. نشربها دابا الماء مزيان، كيف ما شفتو شربت الماء كيف كيبان الماء. من بعد ما غتشرب الماء عاوتاني مزيان غنديرها في الكسكاس وغنخليها شي 20 دقيقه اخرى عاوتاني، ومن بعد نعاودو نديرو ليها الزبدة ونديرو ليها السكر. المهم غتشوفو معايا كيفاش غندير لها التفويرة التالتة. دابا هادي غير التانية، غنزيدها دابا شوية ديال الماء. دابا غادي نستعملها في الكسكاس ونعاود نردها الطيب. دابا هي السفه دابا بعد ما طابت، دابا هي راه طابت ولات رطبه، غادي نعاود نردها لبلاصتها ندير لها بحال هكا. غادي نفرقها مزيان بحال الطريقه هكا ساهله السفه هي كتوجد، ما تخسر ما تعجل ما حتى شي حاجه. دابا غادي ندير ليها شويه ديال الزبده
غنستعمل الزبده ديال الاكل، غنديرها الوسط باش تذوب. غنستعمل شويه ديال السميده، المهم السكر كيبقى على حساب الحلاوه. غندير شويه ديال الماء الزهر، غادي نخلطو مزيان مع شويه ديال الماء، تقريبا ربع كاس بحال هكا ولا نص كاس. دابا نخلطها مزيان مع الزبده والسكر والماء الزهر حتى تشرب. بقيت غاديره نفس الطريقه حتى كملتها كامله. الزبده ذابت، غاديره السفه الرقيقه هذه كيف ما شفتوها، راه ما تعجنت ما حتى شي حاجه. بغيتو تخلوها بحال هكا وتقدموها يمكن، بغيتو تردوها الكسكاس واحد شويه تشرب مزيان. انا غنرد الكسكاس باش ما تبقاش في هذيك البنه تاع الزبده. الزبده درتها انا طبيعيه صافي. دابا غادي نديرها في الكسكاس ومن بعد نشوفوا طريقه التقديم ديالها. دابا الدجاج حتى هو قرب يطيب. غادي نجبدها دابا من المارق وغنديرها في الفران حتى يتحمر. غتشوفوا معايا الطريقه. دابا هي الدجاجه من بعد ما طابت بقات مجموعه ما تشتات ما والو، كتشوفوا الصدر حتى هو طاب. دابا غادي ندهنها بالزبده من الفوق ومن التحت وندخلها الفران تحمر، ومن بعد نشوفوا الشكل النهائي ديال الدجاج والسفه. بالنسبه للدغميره نتوما كيف ما كتشوفوا كتجي خاطره لذيذه وبنينه. دابا نشوفوا منين سالي ان شاء الله نشوفوا الشكل النهائي ديالها. بالنسبه للدغميره هي درتها في الكاسرون كيف كتجي. دائما في ما كنطيب بحال كدجاج ولا شي حاجه كندير الدغميره في الكاسرون ونغسل المواعن باش تبقى كوزينتي ديما نقيه. انت كي كتجي الدغميره مع الزيتون مع الكبده الحامض هو كيف كيبان. بالنسبه لهذا هذا كي الكاوكاو كنحمروا ولا تحمروا اللوز كنخلطوا مع شويه ديال السكر كلاصي سكر ثقيل وكنطحنوا. عوا ندير السكر بوحدو وندير الكاوكاو بوحدو كنخلطهم كتجي الحلاوه هي هذيك. اللي بغى الحلاوه هي هذيك يستعملها، واللي بغى الزيت كنحط سكر ثقيل الجنب ديال الطابله وكنخليه صافي. ودابا غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق.